حقيقة طالما غفل عنها الإنسان، ولحظة حاسمة ومصير ومآل. إنها لحظة ملاقيكم، لحظة ملاقيكم. إلى أين من هذه اللحظة المهرب؟ وإلى أين منها المفر؟ إلى الأمام ملاقيكم، إلى اليمين والشمال ملاقيكم، إلى أعلى إلى أسفل ملاقيكم، إلى الوراء ملاقيكم. لا تمنع منه جنود، ولا يتحصن منه في حصون. مدرككم أينما كنتم، إنه واعظ لا ينطق، واعظ صامت، يأخذ الغني والفقير، والصحيح والسقيم والشريف والوضيع، والمقر والجاحد والزاهد والعابث، والصغير والكبير والذكر والأنثى. كل نفس ستذوق شاءت أم أبت. لعلكم عرفتموه، لا أظن أحدا يجهله، أما حقيقته فالكل يجهله. إنه الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت ما الموت؟ أمر كبار وكأس يدار، في من أقام وسار، يخرج بصاحبه إلى الجنة أو إلى النار. ما زال لأهل اللذات مكدرا، ولأصحاب العقول مغيرا ومحيرا، ولأرباب القلوب عن الرغبة فيما سوى الله زاجرا. كيف ووراءه قبر وحساب وسؤال وجواب، ومن بعده يوم تدهش فيه الألباب فيعدم الجواب. السكرات، ما أدراكم ما السكرات؟ عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. سكرات، وأي سكرات؟ يقول العلماء كل سكرة منها أشد من ألف ضربة بالسيف. ملك الموت، ما ملك الموت؟ الدنيا بين يديه كالمائدة بين يدي الرجل، يمد يده إلى ما شاء منها بأمر الله فيأكله. وإن له لأعوانا ما يعلم عددهم إلا الله، ليس منهم ملك إلا لو أذن الله له أن يلتقم السماوات السبع والأراضين في لقمة واحدة لفعل. فلا إله إلا الله من لحظة حاسمة، لو لم تعتقل الألسنة وتخدر الأجسام وقت الاحتضار، لما مات أحد إلا في شعف الجبال ألما، ولصاح الميت من شدة ما يعاني، حتى تندك عليه جدران الغرفة التي هو فيها، ولما استطاع أن يحضر ميتا أحد. فنسأل الله العافية والسلامة، وأن يهون علينا السكرات. روي عن الحسن أنه قال: رؤي أحد الصالحين بعد موته فقيل له: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: أواه أواه، وجدته والله شديدا، والذي لا إله إلا هو لهو أشد من الطبخ في القدور والقطع بالمناشير. أقبل ملك الموت نحوي حتى استل الروح من كل عضو مني، فلو أني طبخت في القدور 70 مرة لكان أهون علي. كفى بالموت طامة، وما بعد الموت أطم وأعظم. ويرى آخر بعد موته في المنام فيقال له: كيف وجدت نفسك ساعة الاحتضار؟ قال: كعصفور في مقلاة لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. فالله المستعان على تلك اللحظات. واللهم هون علينا السكرات، واجعلها لنا كفارات وآخر المعاناة، وهي كذلك بإذن الله للمؤمنين والمؤمنات ولغيرهم بداية المعاناة. عباد الله، وفي تلك اللحظات الحرجة ينقسم الناس إلى قسمين، إلى فريقين، شقي وسعيد. فريق السعداء حالهم ما حالهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
نزلا من غفور رحيم. ها هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول كما روي عنها: إنا لعند علي رضي الله عنه وأرضاه بعدما ضربه ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، إذ بعلي يشهق شهقة فيغمى عليه ثم يفيق وهو يقول: مرحبا مرحبا، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لمثل هذا فليعمل العاملون وليتنافس المتنافسون. فيا لها من موعظة ومصير، لو وافقت من القلوب حياة من ظفر بثواب الله فكأنه لم يصب في دنياه. كأنك لم توتر من الدهر مرة إذا أنت أدركت الذي أنت طالبه. واسمع معي أخرى لسعيد بن جبير رضي الله عنه يوم يروي لنا قصة صحيحة متواترة كما قال الذهبي في سيره، فيقول: لما مات ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف جاء طائر لم يرى على خلقته مثله فدخل نعشه ثم لم يخرج منه، فلما دفن إذا على شفير القبر تال يتلو لا يرى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيا لها من خاتمة ويا له من مصير. والخير في الأمة يستمر، ولن تعدم الأمة خير. فاسمع ثالثة إلى هذا الحدث الذي ذكره صاحب كتاب يا ليت قومي يعلمون. قال: حدثني أحد الصالحين قائلا: كان هناك رجل صالح من أهل الطائف عابدا، كان عابدا فاضلا، نزل مع بعض أصحابه إلى مكة محرما، ودخلوا الحرم بعد أن انتهت صلاة العشاء، فتقدم ليصلي بهم وهو محرم في الحرم قد خرج لله عز وجل كما يحسب. قرأ سورة الضحى، فلما بلغ قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، شهق وبكى وأبكى. فلما قرأ: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ترنح قليلا ثم سقط ميتا فعليه رحمة الله، ليبعث يوم القيامة بإذن الله مصليا، فمن مات على شيء بعث عليه كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر يقضي حياته مؤذنا يهتف بالتوحيد كل يوم وليلة 5 مرات، ويؤذن يوما من الأيام ثم يشرع ليقيم الصلاة، ولما انتصف في إقامة الصلاة سقط ميتا فعليه رحمة الله. سنوات يؤذن ثم يجيب داعي الله مؤذنا ليبعث يوم القيامة من أطول الناس أعناقا مؤذنا، فرحمة الله عليه. يا لها من خواتم طيبة، ملائكة بيض الوجوه يتقدمهم ملك الموت يخاطب تلك الأرواح الطيبة: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، وتفتح لها أبواب السماء، وتحمل الجنازة على الأكتاف وهي تصيح وتقول: قدموني قدموني. تسأل فتجيب وتثبت، فيفرش لها من الجنة ويفتح لها باب إلى الجنة، قد استراحت من تعب هذه الدار وإلى راحة أبدية في دار القرار. وفريق آخر في تلك الساعة يشقى حسب أن الحياة عبث ولهو ولعب، وإذا به يعاني أول المعاناة. نزلت عليه ملائكة سود الوجوه يقدمهم ملك الموت: نعوذ بالله من ختام السوء وساعة السوء. يقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتنزع نزعا بعد أن تفرق في الجسد، ثم ترفع فلا تفتح لها أبواب السماء، تحمل الجنازة على الأكتاف وهي تصيح: يا ويلها أين تذهبون بها. ثم تسأل فلا تجيب، فيفرش لها من النار ويفتح لها باب إلى النار، فنعوذ بالله من النار ومن سوء الختام وغضب الجبار. ذكر صاحب قصص السعداء والأشقياء أنه وقع حادث في مدينة الرياض على إحدى الطرق السريعة لثلاثة من الشباب كانوا يستقلون سيارة واحدة، توفي 2 منهما في الحال وبقي الثالث في آخر رمق.
يقول له رجل المرور الذي حضر الحادث: قل لا إله إلا الله. فأخذ يحكي عن نفسه ويقول: أنا في سقر، أنا في سقر، أنا في سقر، حتى مات على ذلك: فلا إله إلا الله. رجل المرور يسأل ويقول: ما هي سقر؟ فوجد الكتاب، ووجد الجواب في كتاب الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، نسأل الله العافية والسلامة.